الرياضة عايزة حاجتين، عايزة تمويل جيد جدا وعايزة إدارة جيدة جدا. اشتغلنا كمجلس إدارة على التمويل والحمد لله ربنا وفقنا توفيق ممتاز. خلينا نتكلم عن المرحلة دي شوية دكتور بجنيد. بيقال إنها في بإجماع الآراء إنها من أفضل المراحل ماليا واستثماريا وتعاقديا في تاريخ النادي ده. مرحلة كان فيها رئيس النادي كابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب نائب للرئيس وحضرتك أمين للصندوق مع مجموعة متميزة جدا من أعضاء مجلس إدارة، منهم من المجلس الحالي أيضا مهندس خالد مرتجي الأستاذ خالد الدرندلي وشخصيات أخرى. إلى أي مدى حضرتك شايف إن قدرتوا ربنا سبحانه وتعالى وفقكم وقدرتوا برؤية سليمة وقراءة سليمة للمشهد انكم تعملوا نقلة حقيقية استثماريا ورياضيا واداريا وماليا في النادي الاهلي؟ هو الحقيقة احنا عملنا نقلة كويسة قوي احنا، بس عايز ادي فكرة ان احنا حتى حقوق الرعاية مع بعض كده كانت قبلينا بتتباع ب 3 مليون، في مجلسنا نقلنا من 3 مليون ل 150 مليون. ليه؟ لأن كنا ابتدينا ناخد بطولات على مستوى عالي. انت في الآخر الرياضة والأندية عبارة عن استثمار بتقدر تاخد من وراء كل حاجة. إذا انت استثمرت في لعيبة كويسة خدت بطولات بتيجي تبيع فانيلتك بصورة أحسن بكتير. لو قلت انت كنت ايه من الناحية المادية قبل ما تسافر بطولة العالم في اليابان وبعد ما سافرت بطولة العالم في اليابان، انا دائما بقيم كل حاجة بعد كل بطولة. متذكر الارقام قبل وبعد الفترة دي يا دكتور؟ قبل وبعد البطولة تقريبا او النسبة زادت قبل كم ضعف؟ قبل ضعف واحد، يعني من 70 مليون ل 150 مليون. تضاعفت تضاعفت. نقلة كبيرة جدا انها تحصل في خطوة واحدة. وكنا يعني هي لجنة كرة كانت قوية جدا برئاسة كابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب وكابتن طارق سليم، كانوا باستمرار متفقين معايا امتى بيع لعيب وامتى اشتري لعيب. ممكن ابيع لعيب بعد بطولة كبيرة في اليابان واخد 3 اضعاف اللي كان المفروض يتعمل، وامتى اشتري لعيب في انهي وقت. ده مهم لان التايمينج مهم قوي. ودي ايه بقى الحته اللي لسه ما اتكلمتش عليها وهي الاداره. ما هيش قصه فلوس بس، التايمينج في امرين، في حاله اللاعب فنيا وفي سعره وده